ازيكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام وزي الفل. بصوا يا جماعه، انا بالنسبه لي كان هما مشهدين مهمين جدا. مشهد منهم بالتاكيد هو المشهد المتعلق بجلسه اليوم في مجلس النواب المصري وبيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، وهو يستعرض البرنامج العام للحكومة، ومزيلا بآخر فقرة في البيان إن كنتم حضراتكم تتذكروا، لا أقدر أترجمها لو صح التعبير في جملة أو أختصرها في جملة، ألا وهي أن الحكومة عازمة بمنتهى القوة على محاربة كل أشكال الفساد. دي كانت آخر حاجة اتكلم فيها الدكتور مصطفى مدبولي، وأظنه مصيب في أنه يستخدمها كآخر فقرة أو آخر جمل انتهاء هذا البيان. ليه؟ عادة، وده طبيعي يعني في أي حاجة في الوجود، يعني آخر 3-4 جمل بيظلوا دائما في أي بيان في أي شيء، بيظلوا دائما هم العالقين في الذهن، زي ما كنا زمان طلبة في الجامعة. يعني آخر حاجة بيقولها الأستاذ الدكتور الفاضل في المحاضرة دي أكتر حاجة بتفضل ثابتة في أذهاننا. وأظن أن هذا كان أمرا متعمدا من دولة رئيس الوزراء، أن الحكومة عازمة وبمنتهى القوة على محاربة الفساد. أنا بالنسبة لي هذا وكفى. خلي بالك أنه الحرب على الفساد، ويمكن ده أكبر تحدي أمام الحكومة، الحكومة أمامها تحديات كبيرة جدا. أنا ممكن أقعد أتكلم معاك عن البيان، أتكلم معاك عن توافق هذا البيان مع الدستور والقوانين المصرية بمختلف المواد بتاعتها، وكل في إطاره لو صح التعبير. هو فعلا بيان كان فعلا كويس جدا كمان إلى أبعد الحدود، لكن مسألة الحرب على الفساد دي، الفساد الإداري اللي يهد أي منجز في الوجود. يعني إحنا في مصر بقالنا 10 سنين بنبنيها، 10 سنين بالمعنى الحرفي العشر سنين. وهنا أقدر أقول لك إنه، وحضرتك أكيد عارف، إحنا كنا عايشين تقريبا على 7% من مساحة جمهورية مصر العربية، من مساحة القطر المصري. فالعشر سنين دول قدرنا ان احنا نوصلهم تقريبا لحوالي 14%، يعني بنينا 7% جداد. ممكن يبقى في جملة اخرى بنينا مصر جديدة تاني، كل اللي احنا عشنا عليه 7% فاحنا حطينا 7% زيادة، يعني الدوبل. انت بتعمل عملية اعادة للتوزيع الديموغرافي داخل جمهورية مصر العربية، وده انجاز ليس باليسير على الاطلاق. انا هنا مش بكلمك على انها فقط مباني عبارة عن عمارات للسكن، لا، انا بكلمك على 7% متكاملة، يعني 7% مساكنها بمدارسها بجامعاتها بمصانعها بمزارعها بميتها بكهربتها بكل شيء بكل شيء. وبدأت الناس بالفعل تنتقل إلى هذه المدن وهذه المناطق، وبدأ في أماكن كتير جدا النشاط الاقتصادي بتاعها يبدأ يشتغل، هذا يزرع وهذا يصنع وهذا يتاجر إلى آخره، وده في حد ذاته رائع. مهم عندنا جدا في المرحلة دي هي محاربة الفساد بكل صوره، الفساد اللي يلتهم أي شيء أخضر نقدر نعمله. المشهد التاني بالنسبة لي هو مشهد العاصمة الإدارية الجديدة، واللي كل ما هتروحها بالمناسبة، كل ما هتروحها ستجد أمرا جديدا، هتلاقي حاجات جديدة اتعملت، هتلاقي طرق جديدة بتتعمل، هتلاقي مباني جديدة طلعت إلى آخره. مش بس مسألة أن الحكومة خلاص انتقلت للعاصمة، مش بس أنه البرلمان انتقل للعاصمة، لا، يعني أنا بقول لك في رأيي المتواضع، ده مجرد رأيي من اللي أنا بشوفه كل ما بروح العاصمة، أحب بروح العاصمة كتير يعني بحكم العمل، فأقدر أقول لك أنه العاصمة ممكن يبقى قدامها سنة سنتين بالكتير وتجدها مدينة حيوية. مش بقولك حيوية بنسبة 100%، لا، يعني مش القاهرة كما نعرفها، لكن هتبدأ تبقى مدينة حيوية، لأنه خلاص يعني أسباب وسبل العيش أصبحت موجودة. ما تريد لكي أن تنتقل سهلة، الشغل خلاص موجود، فلو أنت عندك شغل في العاصمة خلاص تمام التمام، تقدر بعد كده تنتقل للحياة في العاصمة. سيبك من الكلام الفاضي بتاعة العاصمة للأغنياء، لأنه هذا كلام قديم تافه عبيط وغير موجود. العاصمة للكل، العاصمة الإدارية للكل،
كل من يريد أن يذهب فليذهب. الأماكن بتاعة السكن شرائح من أول إسكان الاجتماعي لحد الإسكان الفاخر اللي يعني مش عارف بكم مليون وكلام من ده، ده موجود وده موجود وده موجود وده موجود إلى آخره. مش دي المسألة على الإطلاق، المسألة هي إنه إحنا في عندنا مشروع عظيم أنا بشوف واحد من أبرز عناوين الجمهورية الجديدة، ألا وهو العاصمة الإدارية الجديدة. اللي أنا شفته النهاردة بجانب بيان الحكومة، خد بالك اللي أنا شفته النهاردة بجانب بيان الحكومة وبجانب أنه إحنا مثلا كنا بنتكلم امبارح في الحلقة هنا هو على مسألة توطين صناعة السيارات في مصر ومستقبل صناعة السيارات الكهربائية وما إلى ذلك، فأجد أنه النهاردة في تصريح، خد بالك النهاردة كان معالي وزير النقل والصناعة سيادة الفريق كامل الوزير كان موجود في المجلس، إلا أنه وضح في تصريح بأنه إحنا المرحلة دي هي توطين صناعة العربيات وهنطلع السيارة المصرية قريبا جدا. أنا مش بقولك الكلام ده أنه معالي الوزير شاف حلقة امبارح فتحمس، لا أنا بقولك الكلام ده أنه في أجندة واضحة للحكومة، في أجندة واضحة فيما هو متعلق بإيه؟ بملف شديد الأهمية ألا وهو ملف الصناعة في مصر، توطين الصناعة في مصر، حتى توطن الصناعة في مصر، وده هتلاقيه موجود في برنامج الحكومة في أجندتها. وطبعا المختصة بيه في هذه الحالة هي وزارة الصناعة أو النقل والصناعة، هي توطين الصناعة إن احنا نعمل الصناعات المغذية، إن انا بقلل الفطورة الاستيرادية. بص عشان تبقى برضو تفهم حاجة مهمة جدا، احنا عندنا في مصر معادلة غريبة نوعيا. ايه هي؟ مفترض ان انت كل ما تزود حجم التصنيع بتاعك وتزود تصدير، حلو، المفترض ايه؟ انه حجم الواردات يقل. احنا في الصادرات الصناعية بتاعتنا كل ما بنزود تصدير بنلاقي الوارد بيعلى معاها. يعني انا افترضنا ان انا عملت العربية دلوقتي مثلا يعني بامكانياتي الحالية وبدأت أصدر عربيات، إيه اللي هيحصل؟ أنا هلاقي عندي واردات متعلقة بصناعة السيارات عمالة بتزيد، اللي هي إيه؟ الصناعات المغذية دي، الصناعات المغذية دي. عمالين بيقول يعدل بتاعة القميص، حاضر أنا ملتزم قوي. فهلاقي إنه الواردات بتاعة متطلبات صناعة السيارات عمالة بتزيد، يبقى أنا صدرت وزودت الصادر بتاعي بس كمان الوارد بتاعي زاد. ليه؟ لأن أنا محتاج قاعدة صناعات مغذية مهولة. لو أنا عندي هذه القاعدة بتاعة الصناعات المغذية لمثلا صناعة العربيات، إيه اللي هيحصل؟ هصدر كتير وهستورد أقل، هصدر كتير وهستورد أقل. خليني هستأذنكم إن احنا نسمع مقتطف من كلمة الدكتور مصطفى مدبولي واللي كان بيلقي فيها النهاردة بيان الحكومة أمام مجلس النواب المصري بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وطبعا بحضور كامل تشكيل الحكومة اللي أدت اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس. نسمع المقتطف وهنرجع نكمل الكلام. يمكن القول بحق أن هذه الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات، ولذلك تضع الحكومة صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف السيد رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها قضايا الأمن القومي وبناء الإنسان المصري والارتفاع بمستوى وعيه الثقافي والاجتماعي، والعمل على توفير متطلبات المواطن المصري من كافة الخدمات خاصة خدمات التعليم والصحة، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في إكمال المشروعات والمبادرات التي بدأت مع مسيرة مصر التنموية في السنوات الماضية، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات. وسوف تعمل الحكومة على إكمال المسيرة في إطار هذه التوجيهات وفي إطار وعيها بالتحديات الكبرى، وتساعد بكل ما تملك في تخفيف وطأة التوترات التي تؤثر على المواطنين المصريين، وتضع هموم المواطن ومعاناته في بؤرة الاهتمام، وتعمل على معالجتها بقوة وحزم، والعمل على فتح صفحة جديدة للعلاقة بين المواطنين وبين الإدارات المحلية
والإدارات الحكومية التي تقدم خدمات لهم، وسوف تعمل الحكومة جاهدة على خلق تواصل بناء وإيجابي لتكون هموم المواطن ومواطنين ومشكلاتهم الشغل الشاغل لهذه الحكومة. أهو مصطلح حكومة التحديات ده جاي على دماغي جدا، جاي على مزاجي جدا 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 جدا. في مستهل هذا الحديث تحديدا في هذا المقتطف، دكتور مصطفى مدبولي قال إن دي حكومة التحديات. أبرز هذه التحديات وقال على رأسها إيه؟ قال الأمن القومي وبناء الإنسان، اقتران الأمن القومي المصري باحتياجات المواطن. طول ما المواطن أنا بشتغل على تلبية احتياجاته وتأمينه، إذن فإنه ده أهم عناصر استقرار الأمن القومي المصري. فأنا عجبتني أو عجبني السطرين اللي في الأول دول. معانا على التليفون سيادة النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. أهلا 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 يوسف بيه وسيادة النائب يوسف بيه. احنا يعني حبيبي دايما أنا استمتع بكل برامجك وأحاديثك الجميلة. الله يخليك الله يخليك، عشان بتحبني بس، عشان احنا اصحاب. الله يخليك، عشان بس مصر كلها بتحبك. يا رب يكرمك، يا رب يخليك يا هبي، ربنا يخليك يا سيادة النائب. يخليك لي يا رب. عايز يعني اعرف رايك او تحليلك لبيان الحكومه النهارده. يمكن انا علقت على مساله انها حكومه التحديات، وده كان في بدايات او تحديدا كان في منتصف كلام الدكتور مصطفى مدبولي، وانه في اخر الكلام خالص اتكلم على انه الحكومه عازمه بقوه على محاربه كل اشكال الفساد. شوف انا شايف انه بيان الحكومه اليوم هو بيان وافي شافي كافي، لانه انا شايف ان كل الملفات كانت اللي هي بتؤثر كل الشعب المصري تحت بصر الحكومه بالفعل، وده اللي كان اهتمامي الاول. هل في ملفات هم فعلا يعني مش واخدين بالهم منها، وان هم ان قد ايه الشعب المصري بتؤرقه بعض المشاكل وهو مش على درايه بيها او ما عندوش حلها او مش هيشتغل عليها؟ لكن انا تبينت ان كل الملفات تقريبا جميع الملفات اللي كانت في ذهن كل نائب وفي ذهن كل مواطن مصري كان تناولها دولة رئيس الوزراء اليوم، واعطى لها ان هناك سعي جاهدا على حل او الوقوف او انه وجود حلول عاجلة لتلك المشاكل العاجلة أو العالقة. ومنها طبعا أول حاجة حماية الحدود المصرية، وده أمر كان يهمنا جدا. موقف مصر كلها حدودها، احنا عندنا مشاكل كنا معتقدين انه الحكومة مش واخدة بالها، وإن الدنيا دي إيه ده، مش معقولة يا جماعة، أنتوا عاوزين بيان، عاوزين حد يقول لنا إن كنتوا واخدين بالكم فعلا، وإن إحنا قاعدين قلقين جدا بإنه فعلا الحدود المصرية محتاجة رعاية ومحتاجة حكمة وقرارات حكيمة. الأمر الثاني ملف سد النهضة، برضو تناول الدولة رئيس الوزراء ملف سد النهضة وقال إنه تحت بصر الحكومة جاهدا، وان احنا هنسعى لموقف في سد الموقف. الامر الثالث الملف الاقتصادي. الامر الرابع التيار الكهربائي وانقطاعه. اللي عاوز اقول لحضرتك انه انا كنت عاوز اقول يعني يا جماعه خلي بالكم، الشعب المصري ده نفسه اكبر حاجه بتهمه حاليا دلوقتي التضخم وارتفاع الاسعار. طبعا. وده امر مهم جدا. النهارده دوله رئيس الوزراء قال احنا حصل انخفاض في التضخم في ارتفاع الاسعار، وهذا الانخفاض حدث في وقت قصير جدا. يعني احنا كان بيتكلم عن الحقبه في يونيو 2023، من يونيو 2024 نزل معدل التضخم، معدل ارتفاع الاسعار نزل بنسبه كبيره، وصلنا لغايه 27%. اليوم النهارده بيتكلم على 27%، 27.5%، مما كنا عليه كنا حاجه 30%. وبالتالي هذا الامر طبعا ما يؤرق كل مواطن مصري على كل المستويات، سواء كان يعني من الفئه الوسطى او المتوسط
الدخل او عديم الدخل، او ان هو من الناس اللي هم ربنا يعني فاتح عليه، كل ده بيعرقه الغلاء. مفيش حد فينا، ما حدش فينا اللي مقتدر والغير مقتدر، الغلاء بالنسبه له صح. ده امر قضيه هامه جدا. الحمد لله طبعا ان احنا ماشيين في امر طبعا يعني انخفاض في نسبه التضخم، وهذا الامر كان يؤرق وكان يهم كل نائب، كان يهم كل نائب، لان احنا مش عارفين نقول للشعب المصري برضه. يعني احنا مش عارف الدنيا بتغلى، واحنا مش عارفين نقول لهم يا جماعه، او مش عارفين نقول لهم بريق امل. احنا عاوزين ناخد بريق امل من الحكومه عشان نقدر نديه ونقدر نتكلم المواطن المصري. فالحمد لله احنا يعني ديان كان واقف جدا وشايف انه الحكومه فيها تحدي كبير جدا، وانه رئيس دوله رئيس الوزراء اعتقد انه مش هيمشي بنفس السياسه السابقه طبعا، لان هو اكيد المفروض ان احنا عندنا ملفات تم اخفاقها، سياسات تم يعني اتخذت بقرارات خاطئه. اعتقد انه السياسات القادمه مع الحكومه القادمه، اعتقد انه انا شايف انه الامر هيختلف تماما، ومنها ملف او وزاره الصناعه. حضرتك دلوقتي لما تم انتقال وزاره الصناعه لوزاره النقل، انا فهمت ان الدوله دي فعلا ماشيه في طريق صح. ليه؟ محتاجين شخص قوي صاحب قرار، صاحب قوه وقراراته سريعه، وهذا الامر كان الملف في الصناعه في مصر محتاجه. لو تقعد مع اي مستثمر في مصر او اي رجل صناعه في مصر وتقول له انت بتعاني من ايه؟ هيقول لك انا متعاني من البطء والتراخي والبيروقراطيه، وده كان اول مشكله بيعاني منها ملف الصناعه في مصر. وكان كتير بيهربوا منا. احنا انا خدت تجربه في ملف الصناعه، جبت مستثمرين وانا نائب وكنت يعني بخش على الوزير على طول، لكن للاسف المستثمرين هربوا نتيجه البيروقراطيه، نتيجه اليد المرتعشه، نتيجه ان مفيش رؤيه، ونظريه المؤامره دي في ذهن كل مسؤول، ودي مشكله كبيره مش عارفين نحل المشكله. واعتقد انه الملف الصناعه لما انتقل مع ملف وزاره النقل، اعتقد احنا طبعا كلنا هذا الامر اريقنا، لكن لا سياده الوزير كامل وزير قوي جدا، قراراته سريعه جدا، قراراته يعني الحقيقه هو الريتم عنده هائل سريع جدا. عاوز اقول لحضرتك حاجه، انا كنت قاعد مع احد المستثمرين قال لي انا عملت مشروعي، كان لسه الموضوع ده لسه قاعد اول امبارح معاه، هو بيقول لي انا بعت للوزير كامل الوزير بعت له رساله على الواتس، قال لي بكره تعالى لي. بكره راح قاعد معاه، اليوم التالي على طول كان ماضي اول بروتوكول على طول، بعديها بيومين كان ماضي العقد. وانا حقيقه ما كنتش برضه ملم قوي بملف وزاره النقل، لكن انا اول ما سمعت الكلام ده طمنت، قلت فعلا انتقال ملف الصناعه لوزاره النقل احنا محتاجين ده، احنا محتاجين ده. ولو سالت كل اعضاء لجنه الصناعه هتلاقي حضراتكم انه هذا القرار كان قرار سليم جدا. عارف كمان يا ايهاب، هو انا من الناس كمان يعني انا مع القرار ده جدا جدا جدا. انا كمان عجبني قوي حاجه تانية، ان احنا اصبح في عندي وزاره استثمار، واحنا كنا محتاجين ده، لان الوزاره كانت محتاجه او الاستثمار في مصر محتاج صاحب قرار. ادي نمره واحد. اتنين، ضم التخطيط على التعاون الدولي، خصوصا بالنجاح اللي حققته الدكتور رانيا المشاط في ملفها وهي وزيره للتعاون الدولي. تخطيط وتعاون دولي ده واحد من اجمل واروع القرارات. بالظبط بالظبط. وانا كمان عجبني انه تم تعيين نواب الوزير مع الوزراء في ذات التوقيت. برضه هذا الامر مهم جدا،
احنا النهارده عندنا الوزير وعندنا النائب، والنائب نائب الوزير في مسؤوليه في مواجهه مع المواطن المصري من صحيح. من اول يوم في مسؤوليه امام المواطن المصري وامام البرلمان من اول يوم، ومش الموضوع بقى علشان ده يبقى المسؤوليه كلها مسؤوليه وزير، لا، الوزير عنده فريق عمل وفريق العمل كله مسؤول، وبيتم تعيين فريق العمل من اول يوم، ودولة رئيس الوزراء هو اللي اختار نائب الوزير برضه عشان عارفين صحيح. انه واعلن الاسماء النهارده بالظبط، وكل نواب الوزراء كانوا حاضرين في جلسه اليوم وحاضرين البيان، والكل امام الشعب مسؤول، والبرلمان امام الشعب مسؤول، لان البرلمان عليه دور رقابه على البرنامج اللي تم عرضه اليوم. طبعا هو مسؤوليتنا احنا لسه، اولا طبعا التقرير هيتم اعداده صحيح من اللجنه وهيتم عرضه على البرلمان، وهنبدا المناقشات على التقرير طبعا يوم الاحد 21 ان شاء الله يوم الاحد 21. واعتقد انه يعني البرلمان عليه دور كبير جدا صحيح في مراقبه الحكومه في هذا البرنامج طبعا. واول مهم جدا جدا يعني برضو انا يهمني كان ان انا برضو اسمعها من دولة رئيس الوزراء، وهو الدين العام الداخلي والخارجي. ده امر ان هو كشف على ان هناك خطه في تخفيض الدين العام وتخفيض الدين الداخلي. ده لو انت معانا سياده النائب يوسف الحسيني، انت معانا في البرلمان في مناقشه الموازنه، واحنا كل بنتكلم على كفايه قروض صحيح، كفايه استدانه. وبالتالي هو النهارده اعلن ان الدين الداخلي والدين الخارجي هيتم تخفيضهم في الفتره القادمه وفي اقصر وقت ممكن. فطبعا كنت مهمني ان انا اسمع هنعمل ايه في الديون، دي امر مهم جدا. هو احنا هننتظر بقى قدام الاكشن بلان، يعني هنعمل ايه؟ خطتنا لخفض الدين، خطتنا لتوطين الصناعه، خطتنا للنهوض بقطاع السياحه. وانا من الناس اللي متحمسه جدا لوزير السياحه، لانه تجربته كمان كان قبل كده كوزير طيران كانت تجربه عظيمه جدا، وراجل لطيف الى ابعد الحدود وبتاع شغل. انا اتمنى لانه ده من يعني تلت دخل مصر السياحه. احنا كل الشعب المصري دلوقتي، احنا عندنا بعد قناه السويس تأزم ايراداتها، تأزمت بعد طبعا ملف الصناعه والاستثمار برضه الى حد ما محتاجين يعني دفعه قويه فيه ولسه. وبالتالي احنا دلوقتي قدامنا ايه؟ قدامنا السياحه. السياحه سهله، والسياحه والزراعه صدقني صحيح. احنا مصر عندها امكانيات. اهم ملفين دلوقتي هو ملف السياحه وملف الزراعه، وانا مش محتاج مستثمر، انا عاوز اشتغل على المستثمر المصري. المستثمر المصري قادر على النهوض بمصر وقادر على التغيير، وعندنا رجال اعمال ناجحين جدا وناجحين في الخارج وشطار طبعا. ده صحيح. انا اهتم بس بالمستثمر المصري، والمستثمر الاجنبي جاي المستثمر الاجنبي جاي صحيح. المستثمر الاجنبي شاف ان المستثمر الوطني او المستثمر المصري المحلي متشجع وبيستثمر وبيتحرك، هو كده هيطمن. يعني اول ما يشوف المستثمر الداخلي تمام يقول لك وماله، انا اجي خلاص وعاوز اشاركه وعاوز اشتغل. انا عاوز اريح المستثمر المصري دلوقتي واتفرج على انه ايه اللي هيحصل في الطفره القادمه في ملف الصناعه والاستثمار، وهتشوف. بس المهم الاهتمام بالمستثمر المصري. اي مسؤول في مصر يفهم ان المستثمر المصري ده هو اولا ابن البلد، هو اولا، والفلاح المصري في الزراعه اولا، ولازم الملفات دي كلها تبقى قدام عينينا. طبعا 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 بالظبط. مش عاوزين بقى احنا ايه يعني بعدين على المستثمر الاجنبي لا،
يا جماعه المستثمر المصري نشتغل على الاثنين بالتوازي، اللي في الداخل مطمئن، اذا اللي جاي من الخارج الاستثمار الاجنبي المباشر ده هيبقى اكثر اطمئنانا وبالتالي هيتشجع اكثر على الدخول. خلينا اشكرك جدا 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 سياده النائب، نورتني وشرفتني سياده النائب ايهاب رمزي عضو لجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب. بالمناسبه مش عارف انتوا، احنا ممكن نكون في خضم الاحداث ما خدناش بالنا من المؤتمر اللي كان موجود فيه الاوروبيين من حوالي اسبوع 10 ايام، وحجم المذكرات اللي اتمضت سواء كانت مذكرات تفاهم او اتفاقات مبدئيه الخ الخ الخ. احنا بس الظاهر ما خدناش بالنا من الحكايه دي. خدوا بالكم من الحكايه دي وشوفوا الاتفاقات المبدئيه بتتكلم في قد ايه فلوس، علشان تعرف مدى جاذبية مصر للاستثمار. مصر بلد جذابة جدا للاستثمار. خد بالك انه في حاجة مهمة قوي قبل ما نشوف التقرير ده. بصوا يا سادة، اي بلد غني في الدنيا، بلد ثري، هذا البلد عربي، هذا البلد اسيوي، اوروبي، امريكا الشمالية، ايا كان، بيجي في مرحلة انه حجم ثرائه بيتحول لعبء، بنسميها ايه؟ بنسميها التراكم الرأسمالي. الصين كان عندها كده حاجة اسمها التراكم الرأسمالي، أصبح تراكم مهول في عائدات ضخمة جدا. طيب لازم يتم تصريف هذا التراكم في أسواق أخرى. فالصين عملت إيه؟ ده الكلام ده من بدري، من زمان، دخلوا على إفريقيا على طول استثمارات، واشتغلوا في استثمارات بنية تحتية واستثمارات تعدين وحدوتة. طيب لازالت بعض الدول لديها تراكمات رأسمالية ضخمة، أوروبا على سبيل المثال، أصدقائنا أشقائنا في الخليج على سبيل المثال، الصين على سبيل المثال وغيرهم. الشطارة هي أن أنا أقول له بص أنا هنا جاهز للاستثمار. زمان أنا ما كنتش جاهز، وممكن أقول لك على تجربة صينية بسيطة كده، كان من أكثر من حوالي من أكثر من 20 سنة. في عجالة ودون الخوض في الأسماء، الصينيين جم علشان يستثمروا، قلنا لهم إحنا جاهزين بالبنية الأساسية. فين يا جماعة؟ في الحتة دي، ومش هقول لك الحتة دي، وانا ممكن اقولها بس مش هقول. مهم يعني راحوا شافوا المكان، لقوا جملونات مصانع، تمام، طيب فيها ايه بقى؟ قالوا له ايه البنية الاساسية؟ قالوا له طبعا انتوا عارفين، قالوا لمين؟ قالوا لهم ده فيه هنا الصرف الصحي، وفي كهرباء، وفي مية. الصينيين قالوا لهم طب سلام عليكم، وراحوا واخدين بعضهم وماشيين. ده من اكتر من 20 سنة، وده كلام جد 100% صح. وبالمناسبة هناك طرف هام جدا كان في هذه القصة، لأنه من أقنع الصينيين بالقدوم كان أحد المسؤولين الكبار في بنك مصر آنذاك. الراجل تحمس وبيعمل دور وعاوز يجيب استثمارات لبلده، وراح جاب الصينيين وتعالوا وبتاع. الصينيين لفوا بظهرهم. طيب لفوا بظهرهم ليه بقى؟ قالك اللي انتوا عاملينه ده بس مش بنية أساسية على حاجة. ده الكلام ده من اكتر من 20 سنه. ليه يا عم الصيني؟ قالك لا، هو انا العمال والمهندسين والموظفين اللي هيشتغلوا في المصانع اللي احنا عاوزين نعملها، انتوا بتقولوا لنا تعالوا اعملوا مصانع عملاقه عندنا، انا هسكنهم فين؟ وهيدخلوا ولادهم مدارس فين؟ طب يا ترى هل ترى هل هنا في اكاديميات، يعني جامعات الى اخره؟ مفيش. طب انت عندك خدمات؟ مفيش. طب سؤال، هو فين المستشفى؟ بالظبط كده. طيب السؤال اللي بعده، هو احنا لما هنحب نجيب اكل هنجيبه منين؟ يعني فين الظهير الزراعي بتاع هذه المنطقة عشان يبقى في عندي مثلا تصنيع زراعي؟ طب هو فين الطرق بقى اللي بتربط المصنع اللي انا هعمله ده، اللي هتربط المصنع ده بالمينا وبالمطار عشان اجيب مواد خام وصدر مواد كاملة التصنيع أو نصف مصنعة؟ فين الطرق دي؟ طب هو فين المينا؟ وفين المطار؟ هو فين البنية الأساسية؟ ده كان سؤال الصينيين بجد مش هزار. فين البنية الأساسية بتتكلموا عليها يا جماعة؟ اللي انتوا عاملينه ده شكل بدائي جدا، أكل عليه الزمان وشرب وعفى عليه الدهر، ما بقاش موجود، ما فيش حد بيعمل كده دلوقتي. فلما انت بتيجي تسأل السؤال أنا عملت كده ليه؟ أنا عملت كده عشان أعرف أجيب استثمار، ده بمنتهى البساطة. يعني احنا بنشتغل بالطريقة دي وبننفق الفلوس دي مش عشان احنا بنهزر، احنا دي اللي هو انا وانت، احنا الدولة، احنا مصر، مش عشان بنهزر، عشان نعرف نجيب استثمار. النهاردة مصر بقت جاذبة للاستثمار،
فاضل بقى شويه ايه اللي يسموها فاين تيوننج. انا عايز اظبط عايز وزير استثمار، التخطيط مع التعاون الدولي تمام، الصناعه عايز حد يدي لي قرارات سريعه وعنده قدره وعنده جراءه على انه ياخد القرار ويبقى قلبه جامد وما الى ذلك. اقدر اربط هذه الجزر، اقدر اخد القرارات بقوه وبجراه، انا ما بعملش حاجه عيب ولا حرام ولا ضد القانون. ده اللي احنا محتاجينه. عشان كده انا بقول بقى انا عايز الاكشن بلان ان شاء الله نبدا بقى نناقشها بدءا من يوم 21 يوليو. تعالوا بقى نشوف تقرير رائع جدا سجلناه مع السادة النواب تحت قبة البرلمان أو قل في أروقة مبنى البرلمان المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة. نشوف التقرير وفاصل ونرجع نكمل الكلام. أعتقد أنه أهم شيء يطلب من الحكومة الجديدة إن شاء الله بعد ما تنال ثقة البرلمان الوضوح، الشفافية، التواصل المباشر مع الجماهير. عندنا ملفات هامة جدا يمكن أبرزها مواجهة غلاء الأسعار وتوفير السلع الاستراتيجية والدواء، أيضا التعامل مع الملفات الهامة اللي بتمس المواطنين زي التصالح وتقنين وضع العدة على أملاك الدولة، قانون الأحوال المدنية، يعني العديد من القوانين والتشريعات ننتظرها من الحكومة القادمة. والأهم من ذلك كله على رأس الأولويات هو التواصل المباشر مع المواطنين للتخفيف من حدة الإصلاح الاقتصادي. أنا بشوف أنه من أكبر ملفات اللي لازم يشتغلوا عليها طبعا الملف الاقتصادي. مصر محتاجة دعم اقتصادي قوي جدا وبرامج مختلفة بفكر استثماري فعلا عشان نقدر نجذب استثمار ونقوم مصر من الكبوة اللي هي فيها. أي نجاح في الاستثمار هيصب في بطاقة الصحة والتعليم. المرحلة تتطلب تحقيق عنوان كبير جدا اسمه إيه؟ اسمه رضا المواطن. يعني نصيحتي للحكومة الجديدة أن تنتقي الملفات التي تمس الحالة المزاجية والمعيشية اليومية للمواطن وتشتغل عليها بقوة شديدة جدا. ماشي، المشروعات التنموية والمشروعات التوسعية مهمة جدا لبلدنا طبعا في المدى القريب والمدى البعيد، ولكن استقرار وطن يحتاج لرضا المواطن في الوقت الحالي. التواصل السياسي هي يعني مهمة جديدة لوزارتنا، بنتشرف بحمل هذه المسؤولية. التواصل السياسي بيقتضي فتح الأبواب والنوافذ مع جميع الكتل في المجتمع، من أحزاب، من منظمات وكيانات شبابية. الأحزاب هنا سواء داخل البرلمان أو خارج البرلمان، من نقابات، من اتحادات. كل ده برضو لما بقوله بالتنسيق مع الوزارة المعنية. يعني احنا يعني مثلا لو في حاجة مع وزارة يعني لها اختصاص او لها صلة بنقابة، احنا ايضا هنبقى موجودين مع الوزارة المعنية. الحقيقة انه بحجم التحديات الاقتصادية الكبيرة اللي بتعاني منها الدولة المصرية سيكون هناك مهمة أصعب أمام التشكيل الحكومي الجديد. أنا أعتقد أنه الأسماء الموجودة في التشكيل لها ثقل جيد جدا في خبراتها، واختياراتها كانت بعناية شديدة جدا ليكون أدائها مختلف ومتميز الفترة القادمة، ولكن في النهاية ننتظر من هذا الثقل ومن هذه السيرات المشرفة أن يكون لها أداء متميز يناسب أحلام وتحديات الدولة المصرية. الحقيقة الحكومة عليها أعباء كبيرة جدا، لأن في تحديات صعبة بتواجه الدولة المصرية في الفترة الحالية. محتاجين من الحكومة أن هي الحقيقة تخطو بذات الخطى اللي بيخطوها السيد رئيس الجمهورية، اللي بيصل الليل بالنهار من أجل تنمية الوطن ومن أجل التخفيف على المواطن المصري. احنا محتاجين ان البنية الاساسية اللي تمت في الفترة اللي فاتت وقامت بها الدولة المصرية وعلى رأسها مجال الزراعة، من توسعات افقية تمت، من تطوير في وسائل الزراعة، من استخدام لتقنيات جيدة في استنباط انواع البذور وغيره. التكليفات اللي كلفها السيد رئيس الجمهورية للسيد رئيس الوزراء من ضمن اهدافها الاهتمام ببناء الانسان، التعليم والصحة.
احنا موازنه العام الحالي فيها 1.5 تريليون للتعليم والصحه، 1 تريليون للتعليم ما قبل الجامعة والجامعة والبحث العلمي، 0.5 تريليون للصحه. ده يعبر عن اهتمام الدوله ببناء الانسان وعلى راس التعليم والصحه. وعشان كده تم تعيين نائب رئيس الوزراء ايضا من الاهتمام بالصناعه والنقل. يعني في من ضمن التكليفات النمو الاقتصادي، تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيده، جذب الاستثمار سواء كان استثمار خارجي او داخلي. تشكيل الحكومه ربما جاء في ظروف دقيقه، في ظل تحديات ضخمه للغايه، ضغوط اقتصاديه، ضغوط امنيه بتشهدها البلاد، وبالتالي الحكومه القادمه لديها ملفات ساخنة، لديها مطالب للمواطنين، مطالب ضاغطة مثل ارتفاع الأسعار والكهرباء والتضخم. كل هذه الملفات الحقيقة بنتطلع ان احنا ننجح في بالتعاون والتنسيق البيني ما بين الحكومة بعضها وبعض، وما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لكي نقدم للمواطن جزء من احتياجاته وطموحاته في هذه المرحلة، مع أهمية الحفاظ على الأمن القومي للبلاد في تلك المرحلة الدقيقة. استقرار الدولة المصرية يعتمد على قدرة مؤسسات الدولة على التكيف مع حركة التفاعلات في المجتمع ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية الرامية إلى استغلال المجتمع أو فرض أوضاع غير مقبولة عليه. ومن هذا المنطلق يأتي المحور الرابع والمتمثل في تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني. ولتحقيق ذلك فإن برنامج عمل الحكومة في هذا المحور يقوم على مبادئ رئيسية حاكمة تضم: دولة ديمقراطية مدنية تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون وإعلاء قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وتدعم الحقوق والحريات. دولة تعلي من قيمة المواطن وتسعى إلى بناء الإنسان المصري بناءً متكاملاً صحياً وعقلياً وثقافياً. دولة قوية تمتلك القدرات الشاملة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتسعى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية. دولة ذات مكانة رائدة إقليمياً ودولياً، تقوم بدور فاعل في مختلف القضايا الإقليمية وتحقيق التوازن في علاقاتها الخارجية. ومن هذا المنطلق تضمن هذا المحور تعزيز المشاركة السياسية والحكم الرشيد، وذلك من خلال دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي عن طريق العمل على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء انتخاباتها، والتوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى إتاحة آليات وتدابير لإشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق عبر تشكيل لجان التخطيط التشاركي، الذي أسهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه. تؤكد الحكومة على أهمية تعزيز التواصل السياسي مع كافة مكونات المجتمع المصري كجزء من استراتيجيتها لتحقيق الشمولية والوحدة الوطنية. وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى فتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطياف والفئات المجتمعية لضمان مشاركة واسعة في عملية صنع القرار وتعزيز التفاهم المشترك. ويشمل هذا التواصل الاجتماعات الدورية مع مجلس أمناء الحوار الوطني وممثلي المجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية والشباب والمرأة والمجموعات المهمشة لضمان سماع أصواتهم وتلبية احتياجاتهم. كما تلتزم الحكومة بتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمواطنين حول السياسات والقرارات الحكومية، مما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الانتماء الوطني.
ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ طيب يمكن المقتطف اللي احنا سمعناه من كلمة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان فيه مجموعة من الجمل المهمة جدا. انا بطبيعة الحال ايديولوجيا على الاقل فاكيد اول حاجة هتلفت نظري انه ارساء قواعد المساواة والعدالة الاجتماعية لكافة المواطنين، انه كل المواطنين امام القانون سواء، الكل امام القانون واحد. طبعا تاني حاجه تلفت نظري هو مطلب عام متعلق بانتخابات المحليات. خليني يمكن زي ما حضراتكم عارفين احنا ان شاء الله يوم الحد 21 الحالي هيبقى او الجاري هيبقى في جلسه اخرى لمجلس النواب هيبدا فيها مناقشه بيان الحكومه او برنامج الحكومه، والجلسه قوامها الاكبر مشكل من رؤساء لجان مجلس النواب. معانا على التليفون سيادة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. اهلا 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 اهلا. مساء الخير يا سيادة النائب. ازي حضرتك علاء بك؟ ازي الحال؟ كله تمام وحياتك اكتر والله. كله تمام. انا يمكن هبدا الكلام وتعليق وتحليل حضرتك لبيان الحكومه النهارده انطلاقا من مقال نشر في جريده الوطن يوم 5. المقال بيقول تغيير سياسات وليس حكومات، وإنه الإنسان هو أساس بناء الجمهورية الجديدة بقلم سيادة النائب علاء عابد. صحيح، صح فعلا. صح؟ أنا المقال ده كتبته فعلا، وكان هدفي منه فعلا إن إحنا نهدف من التغيير وليس مجرد التغيير ولكن تغيير السياسات نفسها. حلو. وزي ما حضرتك ذكرت دلوقتي وأكدت على جملة مفيدة جدا اللي هي الحفاظ على الحقوق والحريات والمساواة. صح. وده نص عليها الدستور. خلينا نكون صراحة أنا نص عليها الدستور. خلينا نبتدي من الأول، من أول ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة، وأشار إلى عدة موضوعات على سبيل الحصر. موضوعات منها بناء الإنسان، منها جذب المستثمرين، استكمال المشروعات القومية، حلول فورية لأزمة التموين وعجز الموازنة وأزمة الكهرباء وتخفيض الأحمال. كل ده تطرق إليه توجيه السيد الرئيس خلال توجيهه أو تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي. خليني أعلق على نقطة مهمة جدا ونتفق عليها. إحنا لدينا الآن حكومة خبرات. هذه الحكومة تجمع بين الخبرة وبين الشباب. بمعنى صح، لو بصينا للمجموعة الاقتصادية، المجموعة الأمنية اللي موجودة في الحكومة، استراتيجياتها أهدافها اللي هي كويسة. والدليل على ذلك يا أستاذ يوسف، إحنا كان هدف الدولة الأول اللي هي البنية التحتية والتنمية المستدامة. دي نقطة، بنية تحتية، طرق، كباري، مدن جديدة، التوسع. وانت ذكرت في اول حلقة وانا متابع حضرتك ان احنا كنا 10% بقينا 17%، فاحنا عملنا مصر جديدة زي ما حضرتك قلت. وده كان شيء مهم جدا، لان مفيش مستثمر هيجي لدولة مش امنة، مفيهاش امن وامان، مفيهاش طرق مواصلات. وانا عايز اشير لنقطة مهمة جدا هنا، اتكلمت فيها وذكرتها عن ضم بعض الوزارات لبعض. على فكرة الضم ده ليس لمجرد الضم، ولكن دي استراتيجية طبعا، واستراتيجية مهمة جدا، ان انا بضع الوزارات المتشابهة في العمل والتنمية المستدامة مصر 2030 مع بعض، التخطيط والتعاون الدولي، نقل والمواصلات اللي الناس بتختصرها في القطار، لا، نقل المواصلات دي 15 هيئة كبيرة، مواني ونقل مواصلات وطرق وكباري وسكة حديد وقطار كهربائي ومونوريل ومواني برق، الكثير والكثير. خلينا نقول النهاردة البيان اللي ألقاه دولة رئيس الوزراء كان بيان مهم جدا. هذا البيان ليه 4 محاور رئيسية. الحقيقة أنا كنت متابع لمدة 1 ساعة و10 دقائق وسيادة دولة رئيس الوزراء بيلقي البيان. أول حاجة أتكلم عليها الحفاظ على الأمن القومي والعلاقات الخارجية. احنا دول الجوار كلها، وانا باعتباري نائب في البرلمان العربي، اجندتي كلها في البرلمان العربي من 11 سنة متابعة الاحداث اللي بتحصل حوالينا. يعني تطور الاحداث في ليبيا، تطور الاحداث في العراق، تطور الاحداث في فلسطين، في سوريا، في اليمن، دول كتير عظيمة وكبيرة واشقاء لينا راحت
ومش عارفة ترجع بقى لها 11 سنة. احنا استطعنا ان احنا نعيد الامن والامان توجيهات الرئيس. وانا عايز اشكر هنا طبعا الوزارة السابقة اللي كانت بتعمل معاه خلال صحيح. الفترة الماضية واللي جات مكانها وزارة جديدة. واكد على ان الحقيقة يعني كمان في بعض الوزراء اللي كان ليهم دور كبير جدا خلال الفترة الماضية سواء وزير الخارجية. وانا شايف برضو وزير الخارجية الجديد بدري بيه عبد العاطي الحقيقة يعني خير خلف لخير وسلف جدا جدا. أنا أعلم نشاطه وأنا احتكيت بيه كمان يا سيادة النائب صحيح. خلال 5 سنوات اشتغلت فيها في حقوق الإنسان. ماذا عمل هذا الرجل وقدراته ومهنيته وحرفيته. بأشيد أيضا بدور وزارة الداخلية وتحديدا الوزير محمود توفيق. خلي بال حضرتك الفكرة العامة عن الشرطة كإدارة وكقبول في الشارع اتغير جدا جدا جدا. صحيح احنا متفقين في هذه النقطه قوي. يعني الاول كنت بتشوف تجاوزات كتير وبتشوف مشاكل كتير. النهارده احنا بس ايه نمسك الخشب كده ونقول يا رب ايه كملها بالسد. في انضباط في منظومه شرطيه في عمل في المجال السياسي والمجال الامني. يعني الحقيقه يعني قدرنا نحقق ودور اجتماعي كمان يا فندم حضرتك ادرى مني يعني دور اجتماعي عظيم طبعا. كمان انا بنفسي كنت بزور السجون والمؤسسات الرعايه وشفت التطور اللي في السجون اللي موجود وشفت بس انا مش عايز يعني اشكر كتير في وزاره الداخليه عشان ما يقولوش ان انا منحاز. خلينا نتكلم على القوات المسلحه ودورها برضو اللي عملته الفتره اللي فاتت على الحدود ودورها ووقفتها مع الشعب المصري صحيح. خلال الفترات اللي فاتت. فاحنا امام وزاره الحقيقه يعني وزاره الكفاءات على راسها الدكتور مصطفى مدبولي. هذا الرجل الذي قبل التحدي وتحمل كتير قوي في جائحه كورونا الازمه الاقتصاديه حرب الاوكرانيه. ناس كتير كانت بتحمله كل حاجة ومع ذلك هذا الرجل واستحمل النواب واستحمل الإعلام الاثنين صحيح. يعني يمكن في لقاء مع الدكتور مصطفى بتقولي في إحدى الزيارات أنا وسيادة الفريق كامل الوزير اللي ببارك له طبعا على منصب نائب رئيس الوزراء ووزارة النقل ووزارة الصناعة وإن شاء الله يحصل فيها طفرة كبيرة. وببارك طبعا كمان لنائب رئيس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار لهذا القيمة والقامة الكبيرة جدا. الحقيقه في دوله رئيس الوزراء قال يعني انتوا بتنتقدونا احنا ما بنزعلش بس احنا نرجو ان يكون النقد يعني بناء وتساعدونا بمشروعات قوانين وي 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 وي. هذا الرجل الخلوق المحترم اللي الحقيقه يعني بيلتف حواليه الجميع. انا باكد ان احنا مساندين في مجال التعاون ان شاء الله خلال الفتره القادمه. وهنبتدي باعتباري عضو بقى في اللجنه اللي هتبتدي من بعد بكره الشغل ان شاء الله من 10 صباحا الله ان احنا نجيب الوزراء وزير نقعد معاه نقول له خطه سيادتك ايه؟ اليات تنفيذ ايه؟ مده زمنيه قد ايه؟ العقبات التشريعيه اللي انت محتاج مننا فيها قوانين نعملها ايه؟ نتدخل فيها ايه؟ العقبات الماليه حسب موازنه الدوله. المنح طبعا هنتجه لسياسه اخرى نخفف سياسه القروض دي خالص وده توجه للدوله اللي انا شايفه يعني. فهنبتدي فورا ان شاء الله بعد بكره هيكون حاضر عندنا وزير الماليه وزيره التخطيط وزير الاستثمار وزير العدل وزير الاوقاف وزير الثقافه. دول هيحضروا ان شاء الله معانا في اللجنه المشكله لمراجعه بيان الحكومه وعرضه ومناقشته حسب تخصصاتنا. انا فيما يتعلق بالنقل والمواصلات غيري فيما يتعلق بالموازنه غيري فيما يتعلق بالمحاور المختلفه. حاجة كمان عايز أقول لحضرتك عليها يمكن حضرتك كنت مشارك في الحوار الوطني وأنا مشارك في الحوار الوطني. خليني أحط النقط على الحروف وأحط لكل ذي حق حقه. توصيات الحوار الوطني لما تيجي تتابع النهاردة هتلاقي بأن الحكومة هو توصيات الحوار الوطني. ال 136 توصية الكام و100 ساعة اللي اشتغلوها خلال الفترة اللي فاتت هي دي توصيات الحوار الوطني. إذن هذا البيان صادر من الحوار الوطني اللي مثله جميع أطياف المجتمع المصري من اتجاهات سياسية مجتمع مدني موالي للحكومة معارض للحكومة شخصيات نسائية شخصيات علمية ثقافية أدبية إعلامية وخلافه صناعية تجارية صح. استثمارية. وبالتالي احنا عندنا خطة طموحة جدا جدا جدا. هنشتغل ان شاء الله كل يوم هنقابل مجموعة من الوزراء لغاية يوم الاثنين لغاية ما نوصل معاهم إلى المستهدف. يعني المستهدف اللي هو المواطن ورفاهيته بحيث إن المواطن
يبقى عنده نوع من الأريحية. ما حدش يقدر ينكر ان المواطن استحمل 10 سنين اللي فاتت واخرهم انقطاع الكهرباء، المواد التموينية اللي الكلام ده، ولكن المواطن عارف ان احنا مرينا بمشاكل كتير جدا. كمان هندرس موضوع انتخابات المجالس المحلية لان ده لازم يبقى على الأجندة، وزي ما حضرتك ذكرت كمان عندنا يعني انا شايف ان خطة الحكومة النوايا جيدة، ولكن آليات التنفيذ والأهداف المرجوة ده اللي هندرسه خلال الفترة القادمة. هي الآليات دي مهمة جدا. صحيح. وأنا بالنسبة لي كنائب في البرلمان، يمكن نائب قديم شوية يعني بقالي 9 سنين تقريبا داخل البرلمان، شفت مصر 2013 أو 2014 لما ابتدى البرلمان، لما كانت الحالة غير كده خالص، صح، الحاله الامنيه، الحاله الاقتصاديه، الحاله، احنا كنا بنسافر بره في بدايه البرلمان ما كانش حد بيقابلنا بهذه المقابله. النهارده بقى في استقرار سياسي، واول اليات الاقتصاد والاستثمار في العالم المناخ الاستقرار السياسي اللي قال عليه دوله رئيس الوزراء من المستهدفات اللي قال عليها النهارده الاربع محاور الاستقرار السياسي، لان صحيح. الاستقرار السياسي ده في حد ذاته هيحقق طفره، يعني اي دوله فيها مناخ غير مستقر سياسيا اللي طبعا مستثمر بيبعد عنها، والمستثمر الاجنبي هيجي ليه؟ لان انت عندك بنيه تحتيه، افضل بنيه تحتيه. احنا تصنيفنا دلوقتي في البنيه التحتيه تقريبا من العشرة او الخمستاشر على مستوى العالم. بناء الانسان بقى اللي حضرتك اتكلمت فيها وتعزيز حقوقه، احنا بنتكلم على التعليم والصحه تحديدا، بناء الانسان، تعليم والصحة. تعالى النهارده نقول احنا بنعلم كام طالب؟ احنا بنعلم 22.5 مليون طالب على مستوى الجمهورية. ال 22 مليون طالب دول مراحل سنية مختلفة، بداية من المرحلة الابتدائي، الاعدادي، الثانوي، الجامعي. تكلفتهم كام؟ والدولة بتدعمهم بكام؟ الابنية التعليمية كام؟ مدرسين كام؟ كتب كام؟ المناهج كام؟ ده ايضا الدولة هتبتدي تدعمه. ايضا الملف الثاني، احنا عملنا قانون التامين الصحي الشامل، وحضرتك عارف ده قانون مهم جدا طبعا، ان يكون هناك اللي بيقولوا عليه الاجانب الانشورنس، أيوه، اللي هو التامين الصحي لكل مواطن مصري يقدر يدخل يتعالج. أيوه. اذا كان عندنا احنا اصلا ضيوف 10 مليون وزيادة، مواطن ضيف هنا في مصر، أيوه، بيدخل يتعالج زيه زينا، وبياكل زيه زينا، وبيشرب زيه زينا، عمرنا ما قفلنا بابنا ولا نقفل، بس هنقدر اوضاعهم. دي برضو يعني انا يعني باعتبار وزير الخارجيه ونائب وزير الخارجيه للهجره السفير نبيل حبشي اللي انا بهنيه برضو، والسيد وزير الداخليه، بقول لهم تقنين الاوضاع بالنسبه للاخوه المقيمين معانا ده مهم جدا. ليه؟ لان تقنين الاوضاع هيؤتي، احنا مش بندور على فلوس، ولكن هيؤتي بان احنا نبقى عارفين المناطق الجغرافية، الطبيعة السكانية، التركيبة السكانية بتاعتنا، وده حق أي مواطن. أنت حضرتك لما بتسافر أي دولة شيء طبيعي أن أنت بتدخل بيسألك أنت رايح فين، جاي منين، هتقعد إزاي، هتقيم إزاي، عمرنا ما نقفل بابنا لحد، وبياخدوا كل الدعم ده، بياخدوا مننا العنوان وإحنا بنقدم على التأشيرة، يعني أنت رايح فين، هتعيش فين، وحجز الأوتيل أو حجز كله، البيت، واللي 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 واللي. ولكن مصر بطبيعتها، عشان دي من الحاجات، النعم اللي أنعم عليها ربنا رب على مصر، ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا عمرنا ما قفلنا بابنا في وش حد، ولكن لازم يبقى في ضوابط قانونيه، وانا باكد على دوله رئيس الوزراء لازم يكون في ضوابط للاخوه المقيمين معانا، اهلا وسهلا، بس الضوابط القانونيه، حطوا يا جماعه ضوابط قانونيه لكل ما هو يقيم على ارض مصر. احنا عندنا 10 مليون، ال 10 مليون دول لو دخلوا الاتحاد الاوروبي بأي 10 مليون هيدخلوا الاتحاد، انا مستحاله يستحملوهم، يعني احنا بالنسبه لنا يعني احنا بابنا مفتوح، بس كله بالقانون. طب علاء، باخر حاجه بقى، هتبداوا الساعه 10 وتخلصوا الساعه كام؟ احنا عندنا جلسه من 10 ل 3. حلو قوي السؤال ده. والجلسه الثانيه من 3، أيوة، لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى بقى ياذن لنا ان احنا ننتهي من المناقشه، لان انت بتناقش وزارة تقيل، انت بتناقش 6 وزارة في اليوم. معلش انا اسف، اسف في الجمله بقى حضرتك كده فهمتني، اسف. أيوه. انا ماليش فيه، احنا لازم هيبقى في يوم ادلنا منه شويه،
علشان تنورنا بجد والله. تنورنا ده احنا اللي بنتشرف. وغالي واعلامي وانا بتشرف بيك والله العظيم بجد وانا بتشرف بحضرتك يا ربنا يخلي حضرتك سياده النائب نورتنا وشرفتنا سياده النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب. الكلام مهم جدا وفعلا احنا محتاجين ان احنا نتكلم وندي مساحة اكبر، هتبقى كمان فرصة ان احنا نعرف ما يدور في كواليس هذه الجلسات او هذه الاجتماعات اللي هتتم ما بين اللجنة البرلمانية المشكلة خصيصا لمناقشة برنامج الحكومة. خلوني هستأذن حضراتكم ان احنا هنروح لمقتطف صوتي اخر من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول عمل أعضاء الحكومة مع بعضها البعض. خلونا نسمع هذا المقتطف ونرجع نكمل الكلام. طبعا مع السادة الوزراء اللي تم تكليفهم بالانضمام للحكومة ان احنا بنضع البرنامج التفصيلي لهذا الموضوع عشان نحقق فيه فعلا يعني كل الطموحات اللي كان دايما المواطن المصري بيأملها. ودايما كنت انا يعني انا على دايما على يعني اطلاع على كل ما بيصار في الشارع المصري والرأي العام المصري، يعني بحرص يوميا ان يعني اقرا كل التقارير سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، الصفحات الاخباريه، قنوات التلفزيون وبرامج الحواريه اللي بتتكلم. ودايما كان بيتقال يعني عايزين نشوف الصحه والتعليم ونشوف الاهتمام بيهم بصوره كبيره جدا. اهلا 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 بحضراتكم. بالمناسبه برضو من ضمن الوزارات اللي مهمه جدا انه حصل فيها اجراء للضم او الدمج هي وزاره الخارجيه ووزاره الهجره، وتم زي ما حضراتكم طبعا عارفين دمجهم او ضمهم في وزاره واحده طبعا مع معالي الوزير دكتور بدر عبد العاطي. وزاره الخارجيه وكما عادت معالي الوزير سريع جدا منتهى الحيويه، يعني وزير الخارجية والهجرة بيعقد مؤتمر صحفي مع مفوض عام الأونروا لإغاثة غزة. خد بالك يعني طريقة الدكتور بدر إن هو سريع حيوي وترتيب الأولويات بتاعة الملفات ده مهم جدا. خليني هنا بقى أخد معايا على التليفون دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. أهلا 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 يا دكتور. اهلا اهلا سياده النائب، اهلا وسهلا. منورنا سياده النائب العظيم. عامل ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك ويبارك في حضرتك. الحديث على غزه مهم جدا، لكن هنا خليني هبدا الاول بالمؤتمر اللي عقده او يعقده وزير الخارجيه الدكتور بدر عبد العاطي حول مساله الأونروا وكان منظمه اغاثيه والتهديدات كمان التي يعني تواجهها الأونروا. ثم عايز اروح معاك على الملف الأكبر ألا وهو المفاوضات ومسارها والوفد اللي زمانه أظن وصل القاهرة دلوقتي، ويا رب يبقى تبشرنا بالخير. هو بالتأكيد طبعا لقاء معالي الوزير يعني بدر عبد العاطي مع ممثل وكالة غوث طبعا مهمة في هذا التوقيت لأنه تسجيل أول للوزير في الملف الفلسطيني. وعايز أقول معلومة مهمة انه الوزير بدر احد اهم خبرائنا في مجال الصراع العربي الاسرائيلي لانه عد اطروحه مهمه لهذا الموضوع منذ سنوات، وبالتالي هو سيكون اضافه كبيره للامانه تقتضي ان نقول في ملف المواجهه مع دوله الاحتلال ومع الجانب الفلسطيني. وبالتالي انا اعتقد اللقاء مهم لانه ده بيؤكد بطبيعه الحال على الحضور المصري المستمر والمباشر منذ اليوم الأول لبداية أزمة غزة، إنه مصر بتباشر دورها، وهو دور كما تعلم سيادة النائب إنه هو دور متعدد، دور سياسي، دور دبلوماسي، ثاني دور أيضا على مستوى المفاوضات في جزء منها مفاوضات الوساطة، ففي تحركات مصرية مدروسة بتتم في هذا التوقيت. الوزير بدر بيستكمل الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية إضافة طبعا لتحركات الوساطة في كل اتجاهات. الوسيط المصري بيتحرك في كل الاتجاهات في هذا التوقيت مع الجانب الأمريكي وبطبيعة الحال ممتد مع الجانب القطري ومع أيضا الجانب الإسرائيلي، فبالتالي القاهرة بتتحرك وبتحدد بصلة الاتجاهات في هذا التوقيت لاستئناف عملية الوساطة بعد الردود اللي أبدتها الإيجابية حركة المقاومة حماس في هذا التوقيت. المهم الآن أنه يكون فيه
تحرك إيجابي من الجانب الآخر، يعني إسرائيل عليها أن تباشر دورها في هذا الإطار وبما يمكن أن يدعم الموقف المصري والتحرك المصري المدروس في هذا الإطار. مسارات الحركة المصرية الآن متعددة وشاملة وتمضي في اتجاه تقريب وجهات النظر. نحن أمام تطورات إيجابية يمكن البناء عليها بصورة أو بأخرى، المهم أن تتوافر الإرادة السياسية الآن من قبل الطرفين، يعني القاهرة بتتحرك، المشكلة ليست في يعني تعدد الآراء والمواقف لكن الرد والردود المقابلة سيادة النائب، لأنه هناك طبعا ردود من قبل الطرفين في هذا التوقيت. القاهرة بتتحرك بمهارة وبخبرة وبتراكم كبير، المهم الآن أن تتجاوب الأطراف الأخرى وتنقل هذا الأمر إلى إجراءات وتدابير لنبدأ المرحلة الأولى. طبعا في حالة من الاهتمام الأمريكي الكبير، وده أمر مهم، يعني محاولة لتأكيد الحضور الأمريكي، لأنه مدركين الجانب الأمريكي والوسيط الأمريكي أن مصر لديها الإمكانية للتوصل للاتفاق، لأنه في النهاية كما أشرت لحضرتك الأفكار والرؤى والمقترح الأمريكي والقرار الأمريكي مرتبط بطبيعة الحال بردود الفعل من قبل الطرفين، سواء من قبل حماس أو بالنسبة لإسرائيل. هو في أهداف مشتركة. ربما الآن حضرتك تسأل سؤال مهم، لماذا الآن؟ لماذا عاد الجانبين إلى القاهرة؟ أنا في تقديري أنه الجانب الإسرائيلي يريد أن ينقل رسالة أنه يتجاوب مع الطرح الأمريكي، وأنه سيذهب نتنياهو كما تعلم إلى الولايات المتحدة ليلقي كلمته في الكونغرس ومجلس الشيوخ، ويريد أن يقول أنه يتجاوب مع الطرح الأمريكي وطرح الوسيط المصري، وبالتالي في حضور بالنسبة للجانب الإسرائيلي في هذا الإطار بالرغم من استمرار الأعمال الإجرامية حتى هذه اللحظة. صحيح. من قبل هذه الحكومة طبعا هناك مزايدات لدى الجانب الإسرائيلي في الشارع الإسرائيلي في الحكومة، تهديدات بفك الائتلاف وغيره، والتظاهرات زادت وخريطة الاحتجاجات زادت بصورة كبيرة، لكن في النهاية نتحدث مع هذه الحكومة الموجودة في إسرائيل أيا كان موقفها مما يجري. دكتور طارق، حماس نعلم جيدا، أو حضرتك بالتأكيد تعلم أكتر مني، حماس أبدت حسن النوايا المطلق، هم مستعدين لأنه يتعمل اتفاق. المشكلة أصبحت دلوقتي في عدم أمانة نتنياهو تحديدا، مش فريق المفاوضين اللي موجود، نتنياهو تحديدا واضح أنه يعرقل مسارات المفاوضات. هو رايح للأمريكان يعمل إيه؟ رايح يطلب العون حتى يفلت من النيابة العامة اللي رفض طلبه؟ هل رايح علشان يقول أنا كويس وحلو وجميل بس المشكلة مش عندي؟ حضرتك سألت وأجبت سيادة النائب. الرجل يشتري الوقت لكي يكون واقعيين، ونحن نحلل تحليل موضوعي، يشتري الوقت لأن أنت أمام 4 أشهر حاسمة قبل 5 نوفمبر المقبل موعد إجراء الانتخابات، وبالتالي هو أمام استحقاقين أن ينتهي دورة الكنيسة الحالية، وبالتالي تبقى هناك إشكالية إن الأمور معطلة يعني بهذه الصورة. الأمر الآخر هو أن يذهب إلى الكونغرس ومجلس الشيوخ، يؤلب الديمقراطيين على الجمهوريين وينقل رسالة. طبعا هو حيطلب قوائم تحفيزية الـ F-15 والـ F-35 والشاحنات المعطلة وغيرها، لكن أنا أعتقد أنه سيشتري الوقت. طيب ما الذي سيغير الواقع الآن؟ هناك طبعا فرصة جيدة لتحريك المشهد إذا قامت الولايات المتحدة بدورها في هذا الإطار. الولايات المتحدة إذا قامت بدورها المسؤول، برغم أن الإدارة في أسوأ خياراتها وحالتها، لكن إتمام المرحلة الأولى من الصفقة سيخدم هذا الرئيس الأمريكي وسيخدم إدارته وسيرفع شعبية الرئيس الأمريكي جدا. وبالتالي هناك يعني توقع بأن الإدارة الأمريكية هذه المرة ستضغط بصورة كبيرة لتحقيق نقلة في نقلة نوعية سيادة النائب فيما يجري، بمعنى أن يكون هناك تفاوض على المرحلة الأولى ويمضي الاتفاق. إذا قام بهذا هناك طبعا سيناريوين، سيناريو أنه يتم التجاوب في المرحلة الأولى ومن المحتمل أن يتنصل من المراحل التالية، لكن على أي حال هو سيناريو تفاؤلي إذا تم. أيوة، وقف إطلاق نار يعني زي ما تابعنا لمدة 42 يوم وانسحاب لحدود غزة، ده في حد ذاته يخليه يحصد نقاط غير طبيعية. بالتأكيد، فهو هذا هو السيناريو الأكثر توقعاً، أو لو حضرتك بتقيس الوزن النسبي لهذا السيناريو هو الواقعي. أما السيناريو اللي يقابله بصورة أو بأخرى هو سيناريو استمرار التفاوض مع تحت النار، بمعنى أن يكون هناك
أعمال عسكرية، ترتيبات أمنية، والترتيبات الأمنية بصورة أو بأخرى حقيقية تجري في عمق القطاع، الممر الاستريم والممر الآخر بتاع ديفيد، كل الممرات الجديدة اللي اتعملت، وهو هدفها أنه يعمل ترتيبات أمنية على الأرض من جانب واحد، ثم يوقف العمليات، لأن عملية رفح ستنتهي خلال فترة وجيزة، وبالتالي هنا ينتبه إلى ما يمكن أن يقوله اتجاه إلى الشمال، يعني يذهب إلى الشمال في عمليات محسوبة، لن تكون هناك عملية عسكرية شاملة تجاه الشمال، لكن عمليات محسوبة بهدف تغيير قواعد الاشتباك مع حزب جاد، لكن لن يكون هناك عمل أو حرب كاملة أو ما إلى ذلك، هذا كلام غير صحيح. لكن خلينا نتفائل أنه هذه المرة في مناخ جديد تتشكل فيه العملية التفاوضية، ربما يتم البناء عليها في ضغوطات أمريكية كما أشرت، في روح جديدة، في حركة حماس بتقدم أوراق جديدة بالنسبة للتفاوض. بس خليني أشير إلى نقطة مهمة، أنه حركة حماس ذاهبة أيضا للمفاوضات هذه المرة بصورة إيجابية لاعتبارات متعلقة بحركة حماس، وهذه الاعتبارات هي متعلقة بتخوف حماس مما يجري داخل القطاع. صح. تم شطر القطاع، تم تقليصه، في تفاوض على الأرض في ترتيبات أمنية، فبالتالي حركة حماس الداخل يعني الجناح العسكري في الداخل كانت النائب، بنتكلم على السنوار حسابات، وعلى ضيف وعلى الحية وما إلى ذلك، ليهم حسابات. ده أحد الأسباب المهمة اللي احنا لازم نتوقف إليها، إنه المماطلة الماضية اليوم بتتغير، بمعنى أن فيه لابد أن يكون هناك حل لوقف الترتيبات الأمنية، لأن هم أدركوا تماماً أن ما تقوم به هذه الحكومة الإجرامية وعناصرها هي بهدف تغيير البعد الديمغرافي في القطاع، وتنفيذ المخطط الشيطاني بالكامل، يعني شطر القطاع وتقسيم كانتونات وبلوكات وغيره، هو ده أحد الأهداف المهمة. على لكن في النهاية أنت تتحدث عن دور كبير يوجه كل هذه الأطراف ويوجه الأسرة من خلال الوسيط المصري. الجانب الأمريكي يثق كل الثقة في الوسيط المصري أنه قادر أن يحدث خروقات حقيقية في المفاوضات إذا خلصت النوايا وتوافقت الإرادات، الحد الأدنى بنقول من المواقف لكي نحرك المشهد. مصر قدمت أفكار ورؤى ومقاربات جديدة ومختلفة، وصاغت أفكار ورؤى للطرفين، ودخلت على الخط في مراحل التفاوض والاتصالات المكثفة. المصريين يبذلوا جهود جبارة في تقريب وجهات النظر حفاظا على ما تبقى من القضية الفلسطينية، يعني مصر بتقوم بمسؤولية كبيرة، مسؤولية الدولة الكبيرة في إقليمها، بهدف الحفاظ على ما تبقى من القضية الفلسطينية ومواجهة هذا الكيان المغتصب ودولة الاحتلال. أنا أعتقد أنه مصر قادرة على الوصول إلى المرحلة الأولى إذا خلصت النوايا بصورة جيدة، وإذا وقف الوسيط الأمريكي يقوم بدوره في هذا التوقيت. وهناك مكاسب ستجنيها الإدارة الأمريكية إذا توصلت لهذا. هم هيقدموا قوائم تحفيزية سيادة النائب لإسرائيل، يعني بهدف الضغط على إسرائيل لتمرير هذه الصفقة بصورة أو بأخرى. في تقديري أن ده حيتم، هيتجاوب نتنياهو، لأنه ليس لديه أمامه خيارات كثيرة. الخوف، كل الخوف من المرحلة التالية، لأنه الحديث هنا عن الضمانات، من الذي سيقدم ضمانات للمرور الآمن؟ يعني الخلاف حول المادة 14 والمادة 8 والمادة 16 كلها خلافات حول شكل الضمانات والانتقال الآمن من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية وتنفيذ هذه الاستحقاقات. إذا تمت حضرتك هيبقى في اختراق في المفاوضات، ويمكن للوسطاء أن يتحركوا بصورة إيجابية. أعتقد الوقت يمر، ولا نريد أن نقول، ولا نريد أن نعطي الفرصة لنتنياهو وهذه الحكومة الإجرامية أن تشتري الوقت للوصول إلى أهدافها. صحيح، 100%. أهداف أهم في هذا التوقيت. 100%. أنا بشكرك جدا 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 يا دكتور، وأتمنى يبقى في عندك وقت قريب نقعد نناقش الملف بشكل أكثر استفاضة. كل الشكر دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. قبل الفاصل أنا هلخص لسيادتك عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة. طيب، حماس عايزة إيه؟ أنا بقول لك حماس خالصة النية إلى أبعد الحدود في الدخول في عملية وقف إطلاق للنيران، وقف شامل لإطلاق النيران. حلو، أنا بكلمك على حماس الداخل، ولا أظن أن هناك حالة عدم توافق مع حماس الداخل والمكتب السياسي. أنا أعتقد أنه تمام، يعني الدنيا ماشية. بالتأكيد في مثل هذه الظروف بيبقى القول الفصل دائما عند قيادات الجناح المسلح، ده طبيعي لأن هم اللي على الأرض. طيب، الناس أمنة جدا جدا في أنه إحنا مستعدين لوقف كامل لإطلاق النار. أدي واحد. اتنين، إحنا يا جماعة
بنقول ان الضمانة المصرية عندنا هي الضمانة الاولى. الناحية التانية الجانب الصهيوني عايز ايه؟ الجانب الصهيوني تعب، لو بتسأل السؤال تعب الى اي مدى؟ منهك منهك منهك. دي دولة ما بتعرفش تكمل اكتر من 50-60 يوم، هي اتجرت لحرب للأسف، هي الطرف الأقوى فيها، خلينا نبقى يعني إيه برضو نتكلم كلام حقيقي يعني، لكن هي منهكة، هي الطرف الأقوى بحكم حجم الآلة العسكرية، حجم الدعم الذي يقدم. للأسف الشديد العالم ينظر دائما بعينين وتتعدد المكاييل، ينظر إلى ما يحدث ما بين روسيا وأوكرانيا بطريقة، وعندما يأتي الأمر لينا ينظر بطريقة، يعني العالم يتكلم على موضوع المستشفى اللي في كييف، لكن لما أولادنا في فلسطين بيتقتلوا عادي عادي مش مشكلة. أنا من الناس التي تساوي بين الكل، طفل هنا طفل هناك هو طفل، إنسان هنا إنسان هناك هو إنسان، لكن أنا لما يتقتل عندي تقريبا 38-39 ألف واحد تقديرات مبدئية غير الناس اللي تحت الركام والحطام عادي، لما يبقى أكتر من 60% ولا 70% منهم نساء وأطفال عادي، يعني مش مشكلة. بس هتخطى النقطة دي، بس وجب إن إحنا يعني إيه نلفت الأنظار. لكن هرجعك على نقطة مهمة جدا أو خلاص، هي إنه هي إسرائيل منهكة على المستوى الاقتصادي وأيضا على مستوى التركيبة الاجتماعية. الناس دي أول مرة تختبر فكرة النزوح والانحصار، الناس دي بتتكتل في الوسط قاعدة عمالة بتهرب خايفة قلقانة، ده احنا غزة بيحصل كذا، ده حزب الله بيحصل كذا إلى آخره. وسيبك من رأيي في اللي بيجرى، لكن اللي أنا بقول لك الواقع بيقول إن المجتمع الإسرائيلي عنده حالة هلع، عمره ما حس بده وعمره ما شاف ده، كانوا دايما الفلسطينيين هم اللي بيعانوا، المرة دي المجتمع نفسه عنده هلع، الروح المعنوية بتاعت جيشهم المزعوم تقريبا في الأرض، حالتها زفت زفت، يستاهلوا، مش دي القصة. إذن الجانب الصهيوني هو كمان عاوز يوقف إطلاق نار. مين حجر العثرة ومسمار جحا؟ بنيامين نتنياهو اللي قاعد عمال بيلف. طب بيلف عاوز يوصل لفين؟ لا هو مش عاوز يوصل لحد زيارة الكونجرس، هو بيلف عاوز الانتخابات الأمريكية تحصل فيتخلص من وجهة نظره من جو بايدن، فإن أتى له دونالد ترامب يبقى كده جاله على صينية ألماز مش فضة، يمين يمين، وصعود القوميات في أوروبا يمين يمين، بس كده، ده اللي هو نفسه فيه. إذن لأجل إذا كان المجتمع اللي موجود في دولة الكيان أو موجود في الكيان الصهيوني، إذا كان هذا المجتمع يريد هدوءا وسلاما، يبقى لازم يمشوا في المفاوضات بما يرضي الله. حماس صادقة النية، مصر طبعا صادقة النية، إخواتنا في قطر 100 فل و14، الأمريكان بيقولوا إحنا عايزين، هو فاضل بس إنه إيه يشد حبتين، نتنياهو يروح الكونجرس يرجع من الكونجرس، عملية شراء الوقت زي ما ذكرها الدكتور طارق المفروض بقى إنها ما تخيلش على حد، انجز. طيب نوصل لفين؟ وقف فوري اطلاق النار، اعمل هدنه قد ايه؟ انا عايز اعمل هدنه لاطول فتره ممكن. اللي بنتابعه من خلال التقارير الصحفيه بيتكلم في حدود 42 يوم هدنه فيها وقف كامل وكل لاطلاق النار، وتنسحب قوات هذا الكيان الى الحدود بتاعه غزه. عندي شريط لو خدت بالك كده حوالين غزه هم سيطروا عليه، في حتت هتلاقي المسافه بتاعته تقريبا كيلو، في حتت اخرى حوالي كيلو ونص، هو هيقف عند الشريط ده. دي كده تمام؟ لا مش تمام ولا حاجة، بس دي المرحلة الأولى. احنا عايزين ايه بقى؟ احنا بنقول والله دي المرحلة الأولى، استقرت تمام، ابدأ انتقل للمرحلة التانية، اطلع برا غزة خالص، وابدأ ادخل بقى في ايه؟ في ترتيبات متعلقة بجانب اكثر عمقا في هذه المفاوضات، ابدأ ادخل في ترتيبات اوسع متعلقة بمسألة حل الدولتين. يعني من الاخر لازم ننجز تاني، لازم ننجز. يعني عارف لو الوفد بتاع الصهاينة اللي موجود هنا في مصر سمعني، طيب انجزوا قبل ما يجي دونالد ترامب. ليه؟ اوعى تفتكر ان انت كسبان وانا مضرور، احنا الاتنين هنضر.
لو جه دونالد ترامب هتزيد وطئة وحماوة المواجهات، لأنه هيبحث لكم، فإيه اللي هيحصل؟ هتزيد حماوة المواجهة. إيه اللي هيحصل؟ رأي عام هيجري وراكوا في الشوارع هناك عندك، اللي هي الشوارع اللي أصلا بتاعتنا يعني نهايته. على كل، خليني قبل ما أروح للفاصل ونبدأ فقرتنا، عايز أتوجه بعزاء للزميل والصديق والأخ العزيز جدا الأستاذ محمد مصطفى شردي في وفاة والدته الكريمة، الله يرحمها ويحسن إليها ويغفر لها ويكرم مثواها الأخير. هي توفيت النهاردة، ويعني أنا حتى بالتأكيد طبعا أنا عزيته يعني بشكل شخصي، لكن مهم جدا أنه يعني نحن نعزيه على الهواء، لأنه أستاذ محمد طول عمره صديق رائع، طول عمره زميل فاضل، طول عمره أخ جميل، وفي الحالات اللي زي كده بنقول دايما المصاب واحد. رحم الله الفقيدة، ألهمكم يا أستاذ محمد كل الصبر والسلوان، وبإذن الله ربنا يتغمدها بكل الرحمة ويسكنها فسيح جناته بإذن الله سبحانه وتعالى. أستأذنكم هنطلع لفاصل وبعدين نرجع إلى فقرتنا حول العام الهجري الجديد، دروس مستفادة من هجرة الرسول والصحابة وأوائل المسلمين أو المسلمين الأوائل من مكة إلى المدينة المنورة. هيكون موجود معانا الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، استنونا لو سمحت. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العام الهجري المبارك، وربنا يا رب يعيده علينا دايما بكل خير وأمن وسلامة. خلونا نرحب وبشدة بدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منورنا دكتور خالد. أهلا وسهلا، وكل سنة وحضرتك وكل سنة ومشاهدينا، كل الشعب المصري، كل الأمة العربية والأمة الإسلامية، العالم كله، كل سنة وهو بخير وعافية، ودائما إن شاء الله يحل سلام ورحمة متجددة بالتجدد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إحنا لما هنذكر العام الهجري الجديد هنذكر هجرته صلى الله عليه وسلم، ودائما يقولون بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب، وبذكره تحل الرحمة والسكينة، فكل سنة والجميع بكل رحمة وكل سكينة. أنا بحب قوي جملة مصري كده، لكن اللي يصلي على النبي يكسب. أيوة، أحبها جدا جدا جدا. اللي يصلي على النبي يكسب على كل حال من أكتر من وجه. اللي يصلي على النبي واخد ضامن أنه يكسب ثواب. وقالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقبل ولو من منافق. وقالوا أعمالنا بين القبول والرد إلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فلا ترد. فلا ترد. اللي صلي، اللي يبدأ دعائه وينهيه بالصلاة على النبي قال له لا يرد. الله أكبر. يقبل. الله أكبر. اللي يدخل في حياته الصلاة على النبي يكفيه الله همه ويفرج الله كربه، كما الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب. من هنا تيجي الصلاة على النبي، اللي يصلى على النبي يكسب فعلا، اللي يصلى على النبي يكسب وعمره ما هيخسر. طب بما ان احنا بنتكلم عن هجرة سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام صلى الله من عليه مكة المكرمة الى المدينة المنورة، قد يكون اغلبنا او كلنا كمان عارف قصة هجرة الرسول، لكن اظن انه هذه القصة كل فترة بنكتشف، يمكن مع التأمل ولا مع السن انا مش عارف، ان احنا بنكتشف فيها عبر جديدة، حكمة جديدة، دروس جديدة. أيوة، الهجرة فعلا فيها دروس جديدة، وعايزين نذكر بها أنفسنا. مش عايزين حد يسرق مننا الهجرة. خلينا نبتدي بالجملة دي معلش. حلو. لأن فيه الجماعات اللي عايزة تسرق مننا الهجرة. أيوة. وتخلي الهجرة ومفهوم الهجرة عبارة عن حاجة كده عجيبة من اعتزال الناس ومعادات الناس
الهجرة شيء غير كده تماما، زي ما اخترعوا التكفير والهجرة زمان، ده هي حاجة زي التكفير والهجرة. الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام هاجر وهو يحب وطنه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر وقف الوقفة الشهيرة، أيوة، وتوجه إلى مكة وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك يخرجوني منك ما خرجت. الله بيحبها، وكان هو قاعد في بين أصحابه صلى الله عليه وسلم في المدينة يتذكر ويقول والله إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وأنا فيها. الله اللغة أخرى، يعني ما هو شيء آخر بينه صلى الله عليه وسلم، وقال ولو شئت لأن أعينه لعينته لكم. الهجرة بتخلينا وإحنا بنتذكر الهجرة بتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من هذا النموذج أو من هذا المكان أو هذه الفترة اللي تعايش فيها وأصحابه، ولم يأذن لهم ولم يصرح لهم بأن يؤذي واحد منهم، حتى من الذين كانوا يخالفون، بل من الذين كانوا يعتدون عليه في مكة. وإحنا عارفين في مكة حصل إيه مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. انتقل من هذا إلى نموذج تمات البناء، وكان أول شيء بنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البناء أنه دعا إلى التآلف والتماسك في كل وقت وفي أوقات الأزمات قبل أوقات الرخاء. النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، النبي عليه الصلاة والسلام كان سببا في تأليف قلوب أهل البلد أو اللي هم الأنصار رضي الله عنهم، وانتهت وألف بين قلوبهم، وألف الله بين قلوب الناس بسبب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عمل حاجة اسمها وثيقة المدينة علشان يؤاخي، أو هي برضه عنوان الأخوة بين حتى المختلفين في الدين. المدينة كان فيها مختلفين في نسبيا اختلاف ديني شوية، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وضع الوثيقة لتنظم هذه العلاقة مما تستطيع أن تسميها الأخوة، على أساس أننا في وطن واحد وأننا مشتركون في هذا الوطن وأننا همنا واحد في هذا الوطن. النبي عليه الصلاة والسلام رسخ لهذه المفاهيم الراقية، وأصحابه استجابوا. يعني القرآن حتى لما بيحكي عن الصحابة والذي كان في المدينة يقول لنا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. مع الفقر لكن فيه صدق، ومع الفقر لما راحوا للمدينة وعرض عليهم أهل المدينة قالوا لهم التقاس، بعد كده القرآن بيقول لنا يؤثرون أهل المدينة الأنصار، قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أهل المهاجرين قالوا لا، دلني على السوق. مع الفقر في عمل، مش فيه لا، ده فيه فقر صحيح، ولكن فيه عمل وحب للمشاركة في أن يرتفع هذا المكان وهذا وفي المقابل يأتي الذين يؤثرون على أنفسهم، أهل البلاد، أهل المدينة، الأنصار الذين قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنا بقول إن من أهم الدروس اللي إحنا نستنطق في هذه الأوقات أن المجتمعات لابد أن يكون فيها هذا التماسك. ده هو عنوان هذا الحب، هذا الإخاء هو التماسك، هذا التضامن والتعاون التماسك. المجتمعات لابد أن يكون عنوانها هذه التماسك، أنه لابد أن يكون للقضية الأخلاقية الأخلاق. شوف يؤثرون على أنفسهم، أنتم في ساعات يقولوا لنا أنتم بتتكلموا في الأخلاق في وقت لا، هي الأخلاق وإحياء البناء الأخلاقي والقيم الأخلاقية مهم في كل وقت،
والنبي عليه الصلاة والسلام في 13 سنة اللي هي فترة الوجود في مكة كان التركيز الأكبر على هذه القضية، على زراعة بناء الإنسان، إذا كان بتعبير التعبير الحالي هو بناء الإنسان، أن يزرع في الإنسان المؤمن الذي كله إيمان بالله سبحانه وتعالى، الذي يعمل من أجل هذا الإنسان الذي كله متشبع بالقضية الأخلاقية، اللي بعد كده لما راح المدينة تضامن أو تتعاون مع أخيه برضو الإنسان في أنهم يشتركون في بناء هذا المجتمع، بعد كده بأسسوا مؤسسات المجتمع الجديد أو الدولة الجديدة اللي كان منها المسجد، وبعد كده بدأت، لكن فيه نواه لابد أن يكون فيها الأخلاق، لابد أن يكون فيها العلم، لابد أن يكون فيها هذه الأمور، هذا التماسك، هذا المسلك هو أهم درس في هذا الوقت نقدر نستشفيك في مدارك. أستأذنك نروح لفاصل، وعايز أرجع بعد الفاصل على نقطة عدك ذكرتها، ألا وهي علاقة الرسول بمكة التي خرج منها وسكن المدينة واستقر بها 13 عاما هو وصحابته الكرام مع الأنصار في المدينة مع غيرهم من غير المسلمين بوثيقة للمواطنة. علاقته بمكة لم تفطر لأنها الوطن، وحتى عندما عاد إليها مع فتح مكة فضرب لنا مثلا عظيما برضو صلى الله عليه وسلم. استأذن هنروح لفاصل ونرجع مرة تانية لدكتور خالد عمران، استنونا لو سمحتوا. اهلا اهلا بحضراتكم مره تانية، وكل الترحيب بضيفنا العزيز دكتور خالد عمران امين الفتوى بدار الافتاء المصريه. كنا بنتكلم على استقرار الرسول عليه الصلاه والسلام في المدينه 13 سنه، لكن فضلت مكه في القلب والعقل والوجدان طبعا، وضرب لنا مثلا عظيما وهو يعود الى مكه فاتحا صلى الله عليه وسلم. المؤمن كالغيث اينما وقع نفع. الله. أولا الغيث اللي هو المطر طبعا. طبعا المؤمن مثله كمثل هذا المطر، في أي مكان سيكون فيه سيكون مصدر للنفع ومصدر للاستقرار ومصدر دائما للأمان. المؤمن حتى الكلمة من فيها أمان، فيها اطمئنان. المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مصدر للأمان، مصدر للاطمئنان، الناس تأمنه حتى على الصادق الأمين يروح مع هذا في بعد ذلك في المدينة كذلك، ومصدر الرحمة، معين الرحمة الإلهية صلى الله عليه وآله وسلم. وهو حضرتك طبعا بتلفت نظر لحاجة مهمة قوي فيه، حتى بعد الانتقال إلى المدينة ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه وربانا. إن الوطن الأول يقول لك إيه، حتى بعد كده الشاعر بيقول في موطن آخر يقول له نقل فؤادك كما استطعت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. أيوة، الوطن الأول الذي شهد الإنسان في مهما كان، الوطن الأول له في القلب شيء آخر طبعا، له في القلب. ولذلك ده كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه، حتى لما نتذكر حديث القبلة، وسيدنا النبي كان يتوجه في مكة فيجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وهو متوجه لبيت المقدس. بعد كده راح المدينة خلاص هيتوجه لبيت المقدس. أيوة. يبقى مش هي الكعبة اللي يقول لك ربنا يقول إيه، قد نرى تقلب وجهك في السماء. نفسه يروح للكعبة دي، الحتة دي، الملمح ده، فقال له فلنولينك قبلة ترضاها.
فهذا فيه طبعا فيه تشريع إلهي وكل حاجة، لكن فيه حاجة كده عاطفية، فيها حاجة من الحب، فيها حاجة من الشعور الذي يعني التوجه إلى هذا الوطن ده فيها. ويتكلم بقى عن مكة كتير، وفي أحاديثه صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كده يقول لهم أنا والله فاكر حجر بمكة كنت أسلم عليه فيرد علي السلام ولو شئت لا عينته لكم. كارتباطه بالوطن الأول هو صحيح في مكة في المدينة، وهي دي أيضا يعني شيء ملفت مهم، إن مش معنى إن هو وطنه الأول إن المكان الذي انتقل فيه هيعدي ولا هي ده هينفع برضه. أنت الإنسان بقولك أينما وقع نفع، أينما وقع نفع، فهو مصدر للنفع وأيضا مصدر، لكنه في المكان الأول، انتماؤه الأول، حبه لوطنه صلى الله عليه وسلم لم يخ. وده بعض منه الترجم في الموقف اللي حضرتك لما خرجوا، وبعدين بدأ منتصر، دخل منتصر صلى الله عليه وسلم وتوجه إليه ما تظنون أني فاعل بكم، خلاص احنا اللي انتصر ودانت له أنا قوي ومنتصر انتصر الحمد لله، دخل مكة لم تسل الدماء وهو داخل مكة صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض أصحابه في بعض دخول المكة حصلت حاجة كده، فقال اليوم تسيل الدماء، اليوم تخلص أيوة. بقى جايين احنا فقال له لا اليوم تسيل الدماء، قال له لا اليوم تعظم الكعبة، ما فيش حاجة اسمها إسالة الكعبة، احنا داخلين مش علشان لا ننتقم. ده لما جم بقى بعد كده بيقولوا له قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، والموقف موقف متغير. قال لا ذهبوا فأنتم الطلقاء خلاص، وأطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان الرحمة هو ده الدرس اللي عايزين ناخده منه صلى الله عليه وسلم، من تنقلاته في حياته صلى الله عليه وسلم. إذا كان نحن بين يدي الهجرة اليوم وبين يدي انتقاله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ثم بعد ذلك عوده صلى الله عليه وسلم، ويقوله هو في طريقه صلى الله عليه وسلم في مهاجره نزل قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الله الله دي فيها ملمح أيضا إنه قلبه يعني مش بخاطر يعني أنا طالع ربنا من سبحانه وتعالى أراد أن هو يكرمه يعني فأكرمه. نعم. أنا عايز أشكر حضرتك جدا 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 يا دكتور خالد، هو الوقت جري للأسف الشديد، بس نورتنا وشرفتنا. شكرا. ده بجد يعني، وسعدنا جدا بوجودك معنا داخل برنامج التسعة، أو في استوديو في برنامج التسعة واستوديو برنامج التسعة. شكرا. ده بجد جزيلا. يعني ألف 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 شكر دكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نورنا وشرفنا وأفدنا الحقيقة. خلصت الحلقة لحد كده، بس ما خلصش الكلام طبعا، لكن الكلام كمان دلوقتي هيبقى مستمر مع برنامجنا رقم 10 وزميل العزيز رجائي رمزي يبقى حالا داخل الاستوديو. أما احنا لو كلنا العمر هنكمل الكلام بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.